هناك تشبه الرجال بالنساء، يعني شيء عجيب أحبتي في الله، أن هناك تشبه للرجال بالنساء، تشبه للرجال بالنساء. طيب كيف حدث هذا الأمر؟ دعوني أتأمل معكم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. لقد أصبحت ظاهرة تشبه الرجال بالنساء والعكس متفشية في العالم اليوم، حتى إننا نجد كثيرا من الدول تبيح زواج الرجال بالرجال وزواج النساء بالنساء. سبحان الله، يعني والله أيها الأحبة، الإنسان يعجب من دقة هذا الهدي النبوي المحكم. من أخبر هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمن يتشبه الرجال بالرجال والنساء بالنساء؟ من لديه القدرة على هذه المعلومة؟ طبعا لا يمكن لأحد، أو لا يمكن لبشر أن يعلم حقيقة أن هناك سيكون تشبه للرجال بالرجال وللنساء بالنساء، من خلال اللباس، من خلال الحركات، من خلال الموديلات التي نراها اليوم، من خلال هذه الموضة التي يروجون لها ويسوقون لها أيها الأحبة. لذلك هذا الحديث هو دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام، دليل على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.